سنوات من النزوح والحرمان تعيشها هذه الأسر في بيئة لا ترقى إلى مستوى الحياة الكريمة، تهددها المعاناة هنا في مخيم البيطرة في محافظة لحج. لأن الإيواء هو مهم جدا، اليوم الشتاء قارس على النازحين، وهناك كما ترى بنفسك إن الخيم لا تدفيهم ولا لديهم كنابل ولا فرشان، ولهذا نطلب من جميع المنظمات توفير المأوى. أكثر من 100 أسرة تعيش في شبه مخيم، كانت هي السباقة إلى هذا المكان مطلع سنوات الحرب، ولذلك وجدت مساحة للبقاء. أما من فرضت الميليشيا عليهم النزوح في هذا العام فإنهم لا يزالون في العراء دون أبسط مقومات العيش من المياه والغذاء والمواد الإيوائية. نشا فروشات، نشا كنابل، نشا ماء، نشا ماء، برد القهر يصيح يبكوا من البرد. الأولين معهم خيام والجدود ما فيش معهم خيام، عايشين على الله. هنا تحاول الوحدة التنفيذية لإغاثة أسر النازحين بمحافظة لحج بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع بعض المنظمات المحلية وكذلك الدولية لمساعدة النازحين بهدف توفير الاحتياجات الضرورية في الجانب الغذائي. طبعا نحن في لحج ندعو كل المنظمات الدولية والمحلية والمنظمات والمؤسسات الخيرية وفعل الخير، لأن النازحين بحاجة إلى مساعدات يعني عينية وغذائية ونقدية لأجل يكونوا على قدر الاستطاعة من الحياة الكريمة. إن شاء الله سنقوم بإحضار فريق طبي جراحي للقيام بعمليات جراحية في مستشفى ابن خلدون الجمهوري في محافظة لحج أيضا. نظرات يرقبها أمل في تحسن الحياة المعيشية لهذه الأسر التي هجرتها الميليشيا من مساكنها في بعض المحافظات، حيث أجبرتها على الفرار من ريح الحرب دائرة هناك لتلوذ إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.